مشهد حضاري قدمه كل من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ومحمود الخطيب نجم وأسطورة النادي في مقصورة المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث حرص طاهر على الذهاب إلى الخطيب وتعانق رغم أنهما متنافسان على كرسي رئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة المقرر لها 30 من نوفمبر المقبل. وكان الخطيب قد طلب السفر للمغرب لمؤازرة الفريق في النهائي أمام الوداد، وهو ما رحب به طاهر وطلب من إدارة النادي سرعة انهاء إجراءات سفره وحضور المباراة من المقصورة الرئيسية للملعب.